السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بحر المنسي من قراءة سماء المحبة، قراءة فنجان كارما من ظلم برج الجدي. اللي ظلمك يا برج الجدي، واللي ظلموك كتير، وربنا يجعلنا مظلومين مش ظالمين. الكارما هي ماذا سيحدث لهم من تطور أو انحطاط، وماذا سيحدث لك من تطور بقدر الظلم الذي ظلمته يا مولود برج الجدي. هنشوف في الفنجان ده هيحصل لك ايه وهم هيحصل لهم ايه. بس قبل ما يبدأ الفيديو، لو انت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجدي، برج الجدي شايف في فنجانك ان انت حياتك دلوقتي بقت احسن من الفترة اللي اتظلمت فيها الماضية. يمكن انت عانيت من ظلم شديد او من اذى شديد لحق بك في الفترة الماضية، ولكن انت برغم ان ربنا عوض عليك وبيعوض عليك وما زال بيعوض عليك يا مولود برج الجدي، إلا إن الظلم ما زال بيؤذيك نفسيا. البعض منكم كلما تذكر بكى وبكل دمعة حق يسترد، وخير يرد وشر يرد بمن أذاكم. أحد من آذوك وألحقوا بك أذى شديد يا مولود برج الجدي، مشكلته نفسية لدرجة كبيرة، أقرب إلى إدمان شيء يدمره، كأنه مدمن شيء بيدمر هذا الشخص. في أنواع كثيرة من الإدمان، مش شرط مخدرات فقط، في إدمان لأشياء بتأذي كتير. ففي حد من اللي أذوك أدمن شيء بيدمره مع الوقت، بيسحب من صحته النفسية وطاقته. وبيجعله غير متزن في كل تعاملاته. ده أكتر شخص ظلمك. ممكن ما تعرفوش وانت بتسمع مني كده، وانت في دماغك ان اللي أذاك حد تاني. ممكن ما تبقاش عارف مين اللي أذاك، مين السبب في أذى كبير لحق بيك. ممكن ما تبقاش انت عارف، ممكن تبقى عارف، بس اكتر شخص أذاك كل يوم بيعدي عليه بيستنزفه وبيرهقه وبيرهق صحته النفسية. وكأن الأشخاص من حوله أصبحوا يشاهدوه
بشكل سيء أو أصبح نظرة الناس ليه سيئة. برج الجدي. بخلافك أنت، وقد رزقك الله أشخاص بدل الأشخاص الذين ذهبوا أفضل منهم، وأبدلك الله خيرا ممن ذهبوا. ولكن هذا لا يرضيك. ما زلت تشعر بحزن، ما زلت تشعر بخذلان وإن كان بسيط. في الفترة القادمة ليلة ستمر عليك، ستحررك من ماضيك، وتحررك من عيوبك وأخطائك، وتعطيك حرية للتحليق إلى السماء والبعد عن زحام الأرض ومشاكلها، بالوصول إلى قمة أحلامك. تذكر ما سأقول. من ظلمك لا عدو له أكبر من نفسه، فهي تدمره. حقده لا يشعر بالسعادة. الله أكبر، الله أكبر. عسى تكون بشرة خير. تردد وراء الأذان، وعسى تكون بشرة خير. الله أكبر، 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 الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمد رسول 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 الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ومن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. اللهم ارفع قدرنا واغزي أعداءنا وأنصرنا وارحمنا واغفر لنا وتوفنا مسلمين صالحين. ممن أزوج؟ امرأة، قراءة للرجال والنساء. ممن أزوكم؟ امرأة مارست السحر لتؤذيكم، يرد لها هذا الأذى في أبنائها، وتبكي على آلام أبنائها كل ليلة. ويؤذيها السحر أكثر مما يؤذي أبناءها. وكما سحرتم سحروا من سحركم، والله لا يفلح كيد الساحرين. أتمنى ليك أجمل الأقدار يا مولود برج الجدي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. شكرا يا مولود برج الجدي، السلام عليكم.